ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده هحكي لكم حكايه جديده معايا انا اسراء مختار. بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. حكايه النهارده بتحكي عن بنت بتقول: انا بنت بحب قصص الرعب جدا، بس بفضل الحكايات اللي بتكون حقيقيه، مش القصص بتاعه الفيسبوك واليوتيوب والحاجات المنتشره دي. لما بحب اعرف قصه بنزل واسمع حكاوي الناس، واكتر قصص مرعبه هتسمعها هتلاقيها في الريف، وخصوصا في الصعيد هتلاقيها الماده الخام للقصص الرعب، هترعبك بجد. النهارده بقى جايه لكم بحكايه مرعبه جدا حصلت في اسيوط في بيت موسى الدجال. زي ما قلت لكم اني انا اصلا من اسيوط، بس دلوقتي اهلي كلهم عايشين في القاهره، مش بينزلوا البلد كتير، واحنا عايشين في عمارة وكل واحد قاعد في شقته. انا وبابا وماما واختي الكبيرة نسرين قاعدين في شقة، وعمتي عايشة في شقة هي وجوزها واولادها. رباب وحسين وكمان عايش معانا في نفس العمارة عمامي، وكل واحد ليه شقة لوحده. في يوم كنت قاعدة مع عمتي حسنات، كنت بساعدها في عمال الاكل. انا اصلا بحب اقعد معاها لانها دايما بتحكي لي عن حكايات غريبه ومرعبه حصلت في البلد يعني وكده، ايام ما كانت صغيره واحنا بنحضر الاكل. قلت لها: عمته حسنات مفيش قصه جديده تحكيها لي، اصلا انا بحب حكاياتك قوي. قالت لي: هو انتي ما بتشبعيش من القصص دي ابدا؟ ما انا لسه حكيها لك قصه امبارح، قصه البت نجاة اللي خطفتها الجنيه ورجعت بعد سنه ما بتشوفش. ايوه انا سمعتها، بس انا عايزه اسمعها منك تاني، انت عارفه بقى اني بحب حكايتك المرعبه، ويا ريت كمان تحكي لي قصه جديده ومرعبه قوي. انا يا عمته بكتبها للناس وهم بيحبوها قوي وعايزين قصص تاني منك. حاضر يا نعمه، هحكي لك قصه البنت نجاة اللي خطفها الجن، وبعدها هحكي لك حكايه بيت موسى. قعدت على الكرسي جنب عمتي وفضلت بص عليها مستنيها تحكيلي، كنت متشوقة جدا أسمع الحكاية. عمتي أخدت نفس طويل وبعدها قالت: بص يا ستي، زمان كان في بنت اسمها نجاة، كانت عايشة جنب بيتنا اللي كان في البلد وإحنا صغيرين، كنا بنلعب مع بعض عند المقابر. ما تستغربوش، أصل المقابر عندنا كانت جنب البيوت، يعني تقدري تقولي احنا كنا عايشين جوه المقابر، كنا بننزل نلعب ونهزر، لكن لازم نرجع البيت قبل المغرب، اصل اهالينا زمان كانوا بيقولوا ما ينفعش نفضل جوه المقابر في الوقت ده، لان الليل مش بتاعنا احنا، الليل بتاع الجن، ربنا يحفظنا يعني. يوميها سرحنا في اللعب والوقت اخدنا ومحسناش، حتى بالمغرب وهو بيأذن أول ما الدنيا ضلمت علينا اترعبنا من منظر المقابر، ما كانش فيه صوت مخلوق. أيامها أنا كان عندي 12 سنة والبت نجاة كانت أصغر مني بسنة. المهم الجو كان ضلمة خالص وصوت الكلاب في كل حتة، جرينا أنا ونجاة عشان نروح بسرعة لأننا كنا ميتين من الخوف. وإحنا بنجري سمعت صوت حاجة بتقول: وقفي يا نجاة، أنا جاي عشانك. الصوت ده أنا سمعته، معرفش بقى إذا كانت نجاة سمعته ولا لأ، بس اللي واضح على ملامحها إنها ما سمعتش أي حاجة. أنا جريت أكتر لما سمعت الصوت ده، وكنت عايزة أمشي من هنا بأي طريقة، بس شفت ست لابسة أسود في أسود، ومش باين غير وشها اللي كان أسود برضه، وعينيها كانت بتنور زي القطط بالظبط. انا ونجاة لما شفنا الست دي وقفنا وتسمرنا في مكاننا من الخوف طبعا، بس الست دي ما جاتش عليا انا، دي جات على نجاة وراحت شايلاها، وانا كنت شايفاها وهي بتجري وبتروح عند القبر. كانت بتجري بسرعه قوي وهي بتضحك ضحكات مرعبه، ونجاة كانت بتصرخ جامد بتقولي انقذيني. ما قدرتش اعمل لها حاجة، فضلت اجري وانا كل جسمي بيترعش. وصلت بيتنا
وعند بيتنا أمي كانت مستنياني قدام الباب ومسكالي الشبشب ومصرة إن هي تضربني عشان أنا اتأخرت، بس لما شافت منظري وأنا بترعش وكل جسمي بيجيب مية راحت مسكاني من إيدي وقالت لي: بنتي يا حسنات، مالك؟ مال جسمك كله بيترعش كده ليه وبيجيب مية؟ وفين البت نجات؟ قلت لها: نجات العفريتة أخدتها ودخلت بيها جوه القبر. قالت لي: أنا مش فاهمة حاجة منك، أنت يا بت احكي اللي حصل وفين البت نجات؟ ما أنا بقولك أهو، نجات أخدتها العفريتة ودخلت جوه القبر. قلت لأمي كده وكنت عمالة تهتف في الكلام ومفيش كلمة بتخرج مني سليمة. أمي راحت لأبويا وحكيت له كل اللي حصل، وشوية ولقيت عمتي سناء أم نجات جاية وشها كان مخضوض، فضلت تصرخ وتعيط وتقول: هاتولي بنتي يا حبيبتي يا نجات، فينك يا بنتي؟ وفضلت تصرخ وتصرخ وهي بتقول: هاتولي بنتي. بعدها أبويا نزل وقال لعمتي سناء إنه هيجيب أهل البلد ويروحوا يدوروا عليها في المقابر، وفعلا كل أهل البلد جم وراحوا دوروا عليها في المقابر، غابوا هناك كتير جدا لحد ما جابوا أبويا وقال لأمي وعمتي سناء اللي كانت مستنية عندنا إنهم دوروا في كل حتة في المقابر ومفيش أي أثر لنجات. نجات اختفت ومن اليوم ده مرجعتش، وعدى وقت كبير قوي على خطف نجات من العفريتة اللي ظهرت، سنة كاملة عدت لحد ما في يوم كان التربي بتاع المقابر بتاع القرية بيفتح قبر عشان هيدفن حد فيه، ولما فتح القبر لقى جوه بنت صغيرة قاعدة وحط راسها ما بين رجليها، وكانت دي نجات. فضلت المدة دي كلها جوه القبر وكانت عايشة وما فيهاش أي حاجة، بس للأسف ما كانتش بتنطق. رجعت لأمها نجات، عمته سناء أول ما شافتها فضلت تحضن وتبوس فيها وتحمد ربنا أنها تاني لحضنها، بس نجات ما رجعتش نجات بنتها الجميلة اللي هي تعرفها، رجعت شيطانة. نجات لما رجعت حاجات كتير قوي اتغيرت فيها، زي أنها ما بقتش تتكلم، هي مش خارصة، كانت بتتكلم في أوقات معينة هي اللي كانت بتحددها، بس هي كانت بتتكلم معايا أنا بس، كانت بتنطق بحاجات غريبة قوي. في يوم كنت قاعدة مع نجات في أوضتها، كنت بروح لها كل يوم أقعد معاها في أوضتها لأنها ما كانتش بتطلع خالص منها غير لما تدخل للحمام وبس، أو مثلا كانت بتروح تاكل، وده كان بيحصل بالعافية، كانت بترفض إنها تاكل الأكل العادي بتاعنا. ده غير إن في نفس الليلة اللي كنت معاها في أوضتها لقيتها فجأة بصت لي بصة خلتني أخاف منها، وراحت جيالي وقربت بقها من ودني وتقولي: ذات المحاسن بتقولي إنها هتيجي بكرة تاخدني تحت الأرض. خفت من طريقة كلامها واستغربت من اسم ذات المحاسن، وبعد ما قالت الجملة دي لقيتها سكتت شوية وبعدها بشوية اتوشوشت وقالت لي في ودني: أنا عايز أكل. قلت لها بصراحة وأنا كمان جعان قوي، هطلع أقول لعمتي تجيب لنا أي حاجة ناكلها. قالت لي: اسكت انتي، هم جم دلوقتي ومش بيحبوا يسمعوا أصوات البني أدمين. مش فاهمة هم مين اللي جم؟ انتي مش هتشوفيهم لأنك انتي بني أدمة، أما أنا بقيت منهم. هم مين دول اللي بقيتي منهم؟ الجن يا عبيطة. جن؟ أيوة الجن، أنا مش باكل الأكل بتاعكم. طب أنتي بتاكلي إيه؟ هوريكي. كنت عمالة جاوب عليها وهي بصة للسقف وعمالة تحرك راسها يمين وشمال والتحت والفوق كأنها بتراقب حد بيمشي بسرعة. فضلت أسألها وكل إجاباتها كانت غريبة قوي، هي إزاي بقت متجن؟ مش فاهمة حاجة. ولما قالت لي هوريكي أنا باكل إيه لقيتها نزلت تحت السرير وروحت رفع الملاية وبعدها دخلت تحت السرير وغابت كتير قوي، مش عارفة ليه طولت كده. فهنا قلت لها: نجات انتي اتأخرتي قوي كده ليه؟ أرجوك اطلعي من تحت السرير. هنا سمعت صوت مرعب قوي
عارفين الكلب لما يطلع لسانه ويفضل يتنفس بطريقة سريعة ويطلع صوت منه؟ هو ده كان الصوت بالظبط اللي أنا سمعاه، كأن صوت كلب بيلهس. خفت قوي وجسمي كله كان بيترعش، وشوية ولقيت إيد بتتحرك تحت الملاية، إيد سودة قوي وفيها حوافر زي اللي في الحيوانات. خفت أكتر لما الإيد دي طلعت، الإيد التانية طلعت وكانت برضو سودة وفيها حوافر كبيرة زي الحيوانات. شوية شوية والجسم كله طلع، عشان بعدها ألاقي الجسم ده لنجات. أيوة هي كانت نجات، بس شكلها كان مفزع قوي مش قادرة أوصفه أبدا. نجات وقفت قصادي وقالت لي هو ده أنا، مش قلتلكم أني ما بقيتش زيكم، أنا بقيت جنية وده أكلنا. كان في إيديها لحمة حمير نية عمالة تاكل فيها، كانت بتاكل بشكل مخيف قوي. خلصت اللحمة كلها ورجعت للسرير ونامت عليه. بعدها رجعت نجات لشكلها، شكلها القديم أول ما حطت راسها ونامت. طلعت أجري من أوضتها، وعمته سناء أم نجات شافتني وأنا طالعة من أوضتها مغضوضة وبترعش. عمته سناء وقفتني وقالت لي في إيه؟ مال وشك مخطوف كده ليه؟ رديت عليها وأنا مش قادرة أخد نفسي من الخوف، أنا عايزة أروح لماما. ليه يا حبيبتي؟ مش قلت إنك هتباتي مع نجات النهاردة؟ لأ أنا هروح لماما دلوقتي. كنت مرعوبة قوي، أنا كنت المفروض هبات مع نجات، بس من بعد اللي شفته مستحيل أقعد دقيقة تاني معاها. نجات ما بقتش هي نجات اللي أعرفها، بقت جن عفريتة. روحت بيتنا، وهناك لما ماما شافتني خايفة فضلت تكلمني وتسألني إيه اللي حصل، لحد ما في الآخر حكت لها كل حاجة. وفي نفس اليوم ماما كلمت عمته سناء وجت لنا البيت، ولما جت ماما قالت لي حبيبتي احكي لعمته اللي حصل معاكي. بدأت احكي لها كل حاجة، وعمته سناء لاحظت فيها ان هي ما كانتش مصدومة اصلا، هي كانت خايفة بس كأنها عارفة اللي بيحصل. وفعلا لقيتها بعد ما حكت لها قالت لماما البت نجات بقت غريبة قوي من يوم ما ظهرت، بعد ما اختفت سنة في المقابر ما بقتش تاكل، ما بقتش بتتكلم خالص، قاعدة في اوضتها 24 ساعة ومش بتخرج منها غير لما تدخل الحمام. ده انا بسمعها بتكلم ناس مش موجودة اصلا وتقول كلام غريب قوي. كنت بسمعها بتقول جملة واحدة دايما ذات المحاسن، تنطقها كتير لحد ما بسمع صوت ست بتتكلم مع نجات. الكلام اللي كنت بسمعه غريب ومرعب قوي، كلام ملخبط مش مفهوم منه حاجة. وكمان كنت أسمع صوت حاجات بتخبط جوه وأنوار تطلع من تحت عقب الباب، ده غير أصوات الأطفال اللي بتضحك وبعدها يعيطوا. كل ده كنت بسمعه، مش عارف إيه اللي حصل في البيت دي. لما عمتي سناء قالت الكلام ده ماما ردت وقالت لها أنا أعرف شيخ هو اللي هيخلص بنتك من ده كله، الحقيني بيه. بعدها ماما خرجت من بيتنا وراحت لجارتنا نعيمة، دخلت وغابت شوية وطلعت بعدها بشوية وقالت لعمتي حظك حلو، بكرة الشيخ موسى جاي زيارة هنا. ومن الشيخ موسى ده بقى كمان؟ ده يا ستي شيخ واصل البركة اللي ما فيش عقدة تنفك إلا على قديه، انتي والله محظوظة ان الشيخ ده جاي لقريتنا عشان مولد سيدنا نعمان، جاي هيحضر الحضرة وهيقعد شوية عندنا، وكمان ممكن يشتري بيت ويقعد معانا على طول، يا رب يكون في ايده خلاص بنتي. تاني يوم في المولد رحت مع امي عادي، المولد زي كل سنة. الشيخ نعمان ده كان شيخ بركة لقريتنا كلها، حصلت معاه حكاية عجيبة، كانت بسبب ان اهل البلد يبنوله مقام ويتعمل لمولد كل سنة في نفس يوم الحادثة اللي حصلت معاه، هبقى احكيها بعدين. المهم رحت المولد والدنيا كانت جميلة جدا هناك، ومراجيح وستات بتبيع عرايس قماش من اللي انا بحبها وغوايش كمان. لعبت شوية واخدت عروستي، وبعدها رحت لأمي وعمتي سناء للخيمة اللي قاعد فيها الشيخ موسى. هناك لقيت عمتي سناء
قاعدة على الأرض هي وماما، ونجات كانت نايمة على الأرض، وكان في راجل شكله يخوف وليه دقن كبيرة لونها مدي على الحمار كده شوية، وكان لابس جلابية لونها أخضر واسعة قوي. الجلابية فيها رسومات لأشكال مرعبة وحروف متفرقة على الجلابية كلها. أنا شفت الراجل ده وعرفت إن هو الشيخ موسى، وهو موطي في وضعية الركوع، كان يركع وبعدها يقوم يقعد على رجليه وبعدها يرفع إيده لفوق ويقول كلام غريب ويصرخ، وبعدها يضحك ويحرك راسه يمين وشمال، وبعد كده راح عمل حاجة غريبة قوي. كان في إيده سكينة، السكينة دي حطها جوا نار كانت قايدة وسخنة قوي، وسخنها في النار لحد ما بقت حمرة، وبعدها شال الفستان من ناحية رجل نجات وراح حاطط السكينة عشان بعدها ألاقي نجات قامت من مكانها وهي بتصرخ صرخة خلتني أعملها على نفسي. وبعد ما صرخت عينيها بيضت وخرج منها صوت لست كبيرة ذات المحاسن ملكة بنات الكبور، وفضلت تنطقها كتير قوي وهي بتصرخ. الشيخ موسى قال لها عايزة ايه منها يا ذات المحاسن؟ سيبيها واخرجي من جسمها وإلا هحرقك. تحرقني ايه بس؟ انا مش هخرج من جسمها غير وانا محققة اللي انا عاوزاه. راح قال لها وانت عايزة ايه؟ عايزة حقي. حقك من مين بالظبط؟ حقي منها، قالت آخر جملة وكانت بتشاور مع عمتي سناء. الشيخ استغرب وقال لها وهي عملت لك إيه عشان عايزة حقك منها؟ أخدته مني. هو مين اللي أخدته؟ ابني. أخدت مني ابني. قوليلي هي عملت لك إيه وأنا هردلك حقك. هي عارفة كويس. راحت وقرأت تعويذة غلط عند المقابر باسم ابني، كانت عايزة تسحر لبنتك يا حسنات. أيوة ما تتصدميش، كانت غيرانة من جمالها وإنها خلاص هتتجوز وإن هي بنتها كبيرة وعدت 30 سنة ولسه ما اتجوزتش. أمي كانت مصدمة من الكلام ذات المحاسن، بتبص لسناء وهي مش عارفة تنطق. كملت ذات المحاسن وقالت التعويذة اللي قريتيها يا ست سناء كانت غلط، بدل ما تحضري ابني عشان يلبس البت نسرين قلتي تعويذة وحرقتيه. ابني مات بسببك وانا مش هخرج من بنتك نجات غير لما اخدها منك واحرق مش قلبك عليها. مش هتقدري تعملي كده لاني هحرقك. اول ما الشيخ قال الجملة دي ذات المحاسن صرخت صرخة خلت الخيمة كلها تتحرق. أمي طلعت تجري منها ولحقت تخرج هي والشيخ موسى، وأنا كده كده كنت برا الخيمة شايفة وسامعة كل حاجة من برا. عمته سناء ونجاة اتحرق جوه، أو كنت فاكرة كده، بس اللي حصل كانت صدمة. النار اللي كانت ماسكة في الخيمة انطفت ولا كأنها كانت موجودة، ونجاة طلع منها وما كانش فيها حتى خربوش وجسمها كان سليم جدا، بس سناء هي اللي دفعت الثمن اللي عملته. نجات اختفت تاني بعد ما طلعت من الخيمة بكام يوم، وانا اللي شفتها رايحة ناحية المقابر ومن يومها ما رجعتش تاني. وهي دي بقى حكاية البت نجات مع الجنية ذات المحاسن اللي خطفتها. وكده تكون خلصت حكايتنا، ويا رب تكون عجبتكم، بس اوعوا تخافوا عشان المرة الجاية احكي لكم حكايات كتير. واوعوا تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس.